شد الجامع عماد ما تهود. السلام عليكم الخوش، كيف دايرين؟ هاني لاباس عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. اليوم كاينه مفاجاه ديال بصح، حيت جدع مرجان اول مره ليه في الموسم، وغادي تمشيو تفرجوا كيفاش غتكون رده الفعل ديالو ملي غيسمع البارول. وتقولوا لي اش من موسم غتمشيو ليه؟ مشينا الموسم مولاي عبد الله امغار، وموسم عريق وكيعمر مئات السنين وشي حاجه طوب دو طوب، وما غاديش بوحدنا، غادي معنا خونا ياسين. تحياتي ليه وتحيه للحباب كاع اللي كيسيبورتيو القناه وكيدعموها، تحياتي ليهم. وان شاء الله راه مرجان راه كان غيغرق، ولكن تبعوا البلوك باش بابا اللي كيتطور هو اللي كان غيغرق. الله يدير الخير. ولله الحمد حنا وصلنا عند اصدقاء الطفوله، خويا اسامه راه حبيبي وصاحبي وخويا، وهو مرجان وهو خويا محمد. غادي نمشيو نضربوا بواحد التبحيره 5 5 مع الحباب. كيفاش كيسرجوا وكيفاش كدوز ازواء؟ الله يدير الخير. ايوا الخوت، راه من 2010 ما جيت المولى عبد الله وعامنا في المريسه، راه تقريبا راه الوالد كان كيجي من والله ما عاقلنا تقريبا من التسعينات ولا من 89، هو كيجي 2010 كثر التخيام ولا تخسر الهضره وداكشي، وخفنا من المشاكل. تحياتي لخويا شقيفه، تحيه للشباب، الله يدير الخير. ايوا ان شاء الله نمشيو نتبحروا مع المرجان وخويا محمد والحباب، الله يدير الخير. معايا حبيبي وصاحبي خويا محمد، هادشي معنا للبحر ولا لا؟ يلا اخويا ملقب بخبازه، الله يدير الخير. سير على مولانا عشيري، سير الله يدير الخير. ايوا الخوت، هنا فيك كيحط بو المالك مصطفى اللي تحياتي ليه، وهنا كان كيحط سي عبد الحق ودعياد والعائله ديالو اللي كان بغا نقولوا ليه الله يشافيه والله يخلي لعائلته، داز باردي ما شاء الله عليه. وهنا كان كيحط واحد السيد اللي واقيلا حتى هو توفى، الله يرحمه في هذا النهار هذا، وفي بلاصه دوك الدانوات. انا بو ادريس البلاصه فيك كنتي كتحط العمار الله والخلاي الله، الله يدير الخير. تحيه الله يحفظك اخويا، الله يسهل عليك، الله يكبر بك، الله يحفظكم الدراري، الله يحفظك. ايوا انت بودريس، هاد الجمهور كيعطيك التحيه بودريس من مولاي عبد الله، الله يسهل عليك. هنا بودريس فين قلت لك البلاصه فين كنا كنحطوا لا اله الا الله محمد رسول الله، المهم الخير راه فاتوني بزاف، غنتبعهم كنجري والله يسهل. وغادي نضربوا احسن تبحيره مع المرجان في البحر ديال مولاي عبد الله امغار، والله يدير الخير. انا الخوت اللي قلت لكم كيف ما قلت لكم، الاكثريه ديال موالي الخيل كيجيبوا الخيل ديالهم كيعاوموهم هنايا. شي واحد مرجان تحيه للشباب على السلامه. هنا في ان شاء الله نضربوه في البحيره ياك اخويا محمد. وللاشاره الخوت راه محمد هو اللي كيركب على مرجان في الموسم، والله يسهل على الجميع. تحيه للحاج وانت انت جاي اخويا تبحر. كيف حالك اخويا؟ ولله الحمد. ايوا بصحتكم اسيدي، بصحتكم، الله يحفظكم. كيف ما قلت لكم ولله الحمد كلشي ناشط، انتم كتشوفوا ان شاء الله غندخلوا الخويا نعوموها، ومن بعد غنرجعوا معكم والله يدير الخير. الله يحفظ على شي واحد، حنا راه السلامة هي الأولى، الله يدير الخير. أنا الخوت أنا أجواء يا سلام. هما عارفين مرجان كيخاف من الماء، حنا غاديين معاه في جميع الطرق. كل زيد ما
محمد محمد حاول طور لهادشي. والمشحه البارده الخوج بارك تبارك الله. الله يبارك. سير اخويا سير على الله. والخوت المشحه البارد الله يبارك. عندك عفت عليا العود الله يرضي عليك. لا لا كديال الماء وانش بحيرة يا سلام. سير اخويا سير يا عيمك زين. هذيك وليدي يا مرجان هذيك والله يدير الخير. جبد عدك يا محمد شد الجامع عماد ما تهودش. انا معاه ما تخمش. كان غير غرق مرجان ولكن ما تخموش مع اشرف قيصر. ولكن الله يدير الخير الله يدير الخير والله. لا وحش راه مسكين عمرو عام داك الشيء علاش. وبساعة محمد الله يدير الخير. هاكا يا عماد ايوا بصحتو الله يحفظك. محمد غيدخل حتى هو. سير اخويا محمد. محمد الله يلا تبحيره يا سلام. سلام عرف وين مع الخير والحباب امغار. اي والله يدير الخير يا الحباب كاملين. واش من بعد ما ضربنا في التبحيره خويا الحاج شنو خاصنا نديروا العود دابا؟ بعدا من الملحه يشلوا من الملحه وغادي ان شاء الله يتبونسا كيف قال لك وينشف باش ان شاء الله يتركب وغادي تشوفوا مركوب الله يسهل على الجميع. وما تحيات انا طالب ديفوار. الله يحفظكم لي الله يحفظكم الله يكبر فيك. غادي نجي من البحر ما يبانوا لي هنا الخيل مركوبين. قلت نشرح للجمهور علاش كيركبوا الصباح. الركوب ديال الصباح كاينين بزاف د الحوايج. يا اما الناس في الموسم كيركبوا الصباح اولا كيخدموا جدوعه كيف ما كتشوفوا. هما ثلاثه جدوعه كيتخدموا وراهم ثلاثه جدوعه اخرين مشاو وهما شي جدوعه هنا كيتخدموا فهمتوا. كيخرجوهم الصباح باش في العشيه يركبوا مرتاحين وباش الجدوعه ما يخسروش لهم الصربه ديالهم. هذا ما كان الله يصلح الجميع. نمشيو دابا الخوت نعوموا المرجان من الملحه باش في العشيه يتركب مرتاح والله يدير الخير. شكرا اخويا محمد. دابا عام تشلوا ان شاء الله من الملحه. الله يدير الخير. خويا سي محمد راه هو اللي راكب على الجدع ان شاء الله. وبين المسالة والتشلال وغنديو جدع الربطو ان شاء الله ونتلاقاو في المحرك. الله يبارك. تحية للمقدم علال. الله يحفظك. كنشكروك اخويا على حسن الترحيم. الله يرحم الوالدين. الله يكبر بك. وتحية للصحاب ديالك كاملين. تحية للحاج. الله يحفظك اخويا نور الدين والحباب كاملين. مرحبا. الله يحفظكم. اياه الحباب كاملين. تحية للخوت كاملين. الشيخ العربي. الشيخ العربي الله يحفظك. العربي وعيرة. العربي الله يدير الخير. الله يسهل. الله يحفظكم. ايوا الخوت ان شاء الله نتغداو. اياه التحيه للودايه بزاف. التحيه للناس الودايه اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يكبر بك. الله يحفظك. الله يحفظ. التحيه للشباب كاملين. الله يحفظك. الله يسهل عليك. الله يسهل. الله يخلف عليك. الله يحفظك. ايوا الخوت من بعد هذا المحرك ديال هذه القصريه نتلاقاو في المحرك والله يدير الخير. Thank you.
تبارك الله على خويا محمد. الله يبارك فيك. تحيه صاحبي. الله يسهل. مرحبا. الله ودي. هيا صافي ابو محمد ان شاء الله المحرك ينادي. ها هو خويا محمد كيسرج مرجان. اي والله يدير الخير، الله يسهل على الجميع. كل شيء كيوجد. دوزو خويا ابو محمد اختي الايسر ديال القدم. يامس. الخوت كيف ما شفتو ماشي غير مرجان بوحدو كيتسرج، راه كاع الخويلات كيوجدو فيها مواليها. والله يركبهم ركوب العز وينزلهم نزول الطاعه يا رب. ودابا بقى لهم ان شاء الله غير يديروا الفاتحه، وهاد الفاتحه كيتقرا فيها ما تيسر من القران. والمقدم كيقول لهم الاخطاء اللي كيدير كل واحد فيهم باش يتفاداها في الركوب اليوم الثاني. والله يدير الخير. باغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، اللهم اجعل ركوبنا هذا في سبيلك، اللهم اجعل ركوبنا هذا في سبيلك، اللهم طهر ركوبنا هذا من الرياء ومن الكبر، اللهم طهر ركوبنا هذا من الكبر ومن الرياء، اللهم سدد إخواننا الفلسان، اللهم سدد تصويبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم تقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ايوا هادو هما السيام ديال البارديه ديالو بصح، التسامح والحب والتقدير الله يدير الخير. هادشي اللي نقول قبل ما يركبوا الركابه، حتى من خوتنا العماره كيبداو يوجدوا لهم البنادق كيعمروهم بالبارود. كلشي عامر دابا خويا مصطفى، كلشي عامر دابا. من الوقت كتخوي البارود كتبدا الدك، بعدا الخوت كيتسمى مدك، هذا اللي كتشوفوا كيتسمى مدك غليظ. اي والله يدير الخير. المهم انا هادشي كاين اللي عارفو وكاين اللي ما عارفوش يستافد معاه. الله يدير الخير. وبلاتي عاود عاود الطريقه اللي درتي دابا، الله يحفظك ويسمح لينا. علاش كتضرب بحال هكا؟ غربل باش يهود البارود رقيق مع البسكوت. الله يعطيك الصحه باش المكحله ما تناوش. نديروا له هذا ووريهم دابا البارود. خارج هو البارود خارج الخوت، شوف خارج من البسبوس. اي والله يسهل، الله يجيب تيسي. من بعد كدك بهذا الرقيق هذا، هانتوما كتشوفوا لو طريقته كيفاش كيدير لي. لكن الطريقه ديالنا خاصه. فهمت. هود توصل البارود الكرونه. اي والله يدير الخير، الله يسهل. ايوا الخوت حنا دابا من بعد ما شفتو التعمار وشتو الفاتحه، الله يحفظك. دابا ان شاء الله غنمشيو للمحرك باش نشدو لكم جميع الطلقات ديال السرب، والله يدير الخير. ضروري ما تزير قبل ما تركب اخويا محمد. وللاشاره الخوت راه غادي نخلي لكم النمره ديال خويا محمد الريمات، راه كيدريسي جدوعه. بغيتي تجيب ليه جدع عندك وتجيب ليه الماكله راه يدريسي لك. بغيتي يمشي عندك البلاصه فين كاين جدع ويخدمه لك راه يخدمه لك. وتهلا ليا في الحباب. الله يسهل عليك، الله يحفظك. ايوا الدراري تما ركبوا. تحيه لاسامه الحباب، الله يسهل عليكم، الله يجيب التيسير والله ينجيكم من سم البارود. الله يسهل، الله يسهل. بو عماد مشينا، يلا اخو. ها شد الدنيا، شم 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 شم. أخي تعلم، أخي تعلم.
ارسانا ديال تبارك الله. سمحوا لينا الخوت، راه السميات ديال السرب كاملين راه ما عارفهمش، ولكن راه القرصات غتسمعوهم مزيان من هاد البلاصه. ملي كتشوف بحال هاد الجمهور كتعرف بلي التبوريدة ان شاء الله غادا مزيان تبارك الله. تبارك الله. وللإشارة الخوت اليوم راه الاختتام، راه اليوم غيسالي الميراج هنا. السلامة للجميع الخوت. يا ربي السلامة والسلامة للجميع يا رب. شكرا الناس الوقاية المدنية، شكرا لهم، الله يرحم الوالدين. رقم واحد. تبارك الله على أبو التامي. عطاك الله الصحة اخويا، الله يدير الخير.
هاد الصربة اللي راه سمعتها دابا راه من سبت سيس، الله يسهل عليهم. هادي ديال المقدم اليوسفي حاريت، حيت هذا السيد كنعرفو انا، الله يدير الخير. شو واحد العود راه كان معطل ودخل، شكون هذا حاريت هذا؟ اليوسفي، الله يسهل على الجميع الخوت. قرصة ممتاز. المرجان الخوت، شو راه هو اللي حدا الثالث حدا المقدم. الله يدير الخير والسلامة للجميع. مرجان ولدي كبر. وراه واحد القمري راه. ابراهيم للإشارة الخوش. هاد الصربة هادي ما شاء الله عليها، مركوبين فيها بزاف ديال لي بيرسون أونجلي، وهاد القبيلة هادي معروفة بهاد الصربة هادي. الله يصلحهم ليهم، الله يدير الخير، الله يصلحهم ليهم. الخوت من بعد ما شفتو كيفاش داز النهار، راه نخلي الدراري باقيين راكبين نظرا لظروف العمل. خاصني نمشي للدار حيت عيط ليا الوالد بغى يسمر واحد العود ديال واحد السيد غادي يدي ليه. حنا غنديماريو دابا ان شاء الله نمشيو، شو كيفاش داز السبحيره وشو القرصات، وما كاين غير الله يدير الخير. مع اخوكم اشرف قيصر، ما كاين غير الله يدير الخير. دابا بقى لينا موعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء مع هبه ورحمه، حيت راه كاين الجديد في حاله هبه ورحمه. وبغيتكم تعطوني رايكم كي جاكم الفلوق ديال اليوم، واش فلوق شيق ولا ما فيه ما يتشاف، ولا عجبتكم شي حاجه خليوها ليا في كومونتير،
وإلا ما عجبتكمش حتى شي حاجة حتى هي خليوها ليا في كومونتير، واللي ما دايرش ابوني هذيك الحمراء يكليكي عليها دابا باش يدعم هذه القناة والله يسهل على الجميع. ايوا الخوت الفيديو سهلة، الا عجبكم الفيديو خليو لينا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب، واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا، السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف. الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله.